لأن الثمن اللي اتدفع ثمن كبير قوي. الثمن اللي اتدفع في الحرب دي الثمن كبير قوي. الدم اللي سال هنا والأرواح اللي سقطت عشان نستعيد مكانة سيناء ثمن كبير. وبالتالي أنا بقول الكلام ده، والكلام ده هيطلع في التلفزيون. الدولة، في دولة ولا ما فيش دولة؟ دولة يعني، الدولة يعني لها سلطان ولها قدرة، لأنها الدولة دي بنت يعني هي امتداد للدولة، امتداد للشعب، والشعب هو اللي بيحكم البلد. وبالتالي ما فيش حد تاني ممكن يقبل أو يقبل إن يبقى ما فيه سلاح يترفع مرة تانية، أو يبقى فيه حاجة خارج السلطان. ده هيتم مجابهته في أي حتة في مصر بشدة كبيرة، بشدة كبيرة. أي حد هيرفع السلاح في وجه الدولة مرة تانية هيتم مجابهته بمنتهى منتهى البطش، بمنتهى البطش. أنا بكلمكم بصراحة عشان كل الناس تسمع الكلام ده. في دولة، والدولة دي ليها سلطان، والسلطان بتاعها ممتد على أرضها بالكامل، وبالتالي ما فيش سلاح يترفع إلا سلاح الدولة. وسلاح الدولة موجه ضد الأشرار مش ضد الأخيار. أنا بس حبيت أقول الكلمة ديت عشان تبقى الأمور واضحة لينا كلنا، لأن إحنا اللي دفعناه كتير ومش هيتكرر تاني، ولن يسمح لمخلوق يبقى معاه سلاح في البلد غير الدولة. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا دايما يحفظ مصر ويحفظكم ويعيننا على كل خير، وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا.